عبد الله رويشد قامة فنية كبيرة وإنسان عظيم أكثر من رائع وصاحب فضل علي طبعاً أنا شخصياً. أتمنى له من قلبي صلواتنا ودعواتنا إلى أن نقوم بالسلامة يا رب ويرجع لأهله وجمهوره وناسه بألف خير. أمور أكثر من رائع، هو صاحب فضل علي أنا شخصياً وصاحب فضل على كثير من الفنانين العرب اللي وقفوا على مسارح الكويت. بالعكس أكثر من رائع وسلس ومحب طبعاً. لأن يمكن أحبهم أكثر. أنا كان عندي في أغنية مصرية قبلها لفيلم 122 أحبك بعنوان بحبك، وأنا حسيتها قريبة من عندي فحبيت يعني أعيد هاي التجربة. يوم كل الشباب أستاذ سالم والشباب قالوا خليها ليلة يعني شبه مفتوحة، راح أمشي على طلبات الجمهور. يعني بالعادة إحنا نخلي برنامج، اليوم لا شلنا البرنامج.